السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله صباحكم. والآن نقرأ في آية الحجرات. والآن نقرأ في آية الآيات الذي تحكيم من آية الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أن هم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. يا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا رسول الله. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وعليكم السلام وعليكم السلام. تفضلوا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ مع حضرتك؟ تفضل يا أبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ فتبينوا إن تصيبوا قوما بجهالة. معي تاني؟ نعم. معي تاني الآية تانية كده؟ ماشي حاضر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم سمعاني يا رسول سمعاني الله لو يا أستاذة يا أستاذة سمعاني أنت لعنتم ولكن الله أحب لا إليكم ولكن الإيمان. الله حبب إليكم الإيمان. هاي خلاص الأخطاء ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ماشي.
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيوه ألو معاك. اتفضل يا حاج خديجه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك في جميع العاملين في الكنترول والمشاهدين والمشاهدات. ابدا ان شاء الله. اتفضل يا عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى. معايا قبل طاري معايا يا لا أنا بغسل المنفصل يا شيخ. نعم أنا بغسل المنفصل. معلش معنا مش على المنفصل. أنا بس على يا أيها الإدغام هنا الإدغام. أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. معايا الله تعالى. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. معايا الله تعالى برضو الآية دي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب. يا أبلة معاي لو سمحت. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لو سمحت تاني. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. بئس. أيوة. بئس الاسم الفسوق. على بئس الاسم. بئس الاسم الفسوق. أيوة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
يعني برضو ثاني قبل معلش، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان الظن ان بعض الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يغتب بعضكم بعض، يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، لا لا ثاني، ميتا بصي ميتا فكرهتموه، ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، ثاني معاي ثاني قبل لو سمحت، يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. شكرا يا أبو، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك. أستاذ إيمان السلام عليكم، بارك الله فيك. السلام. حضرتك واقف عند أية كام شيخ؟ نعم يا أبله معاي. عندي آية كام؟ 14. نعم ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بص الآية ثاني حجرها. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. نعم. قل تعلمون، قل أتعلمون الله بدينكم، الله ثاني يا الله ثاني، قل أتعلمون، لا قل
أتعلمون؟ قل أتعلم. أتعلمون؟ أتعلمون الله بدينكم. الله. الله بدينكم والله يعلم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يؤمنون. لا لا. يمنون عليك. عليك إن أن أسلموا. أسلموا. لا لا تاني معي تاني. يمنون عليك أن أسلموا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم. على إسلامكم. علي إسلامكم. علي إسلامكم بل الله. بل الله. بل الله. يمنوا عليكم. بصي لو سمحتي. لو سمحتي. معايا تاني. معايا تاني. خلي بالك. أنا معاك أهو. ماشي. ماشي. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ماشي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تفضل يا حاجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حي الله أهل القرآن وتقبل فجاكم وطيب صباحكم وحي الله الطيبين في مشارق الأرض ومغاربها اليوم الدين. ورطب ألسنتنا بتلاوة القرآن ونضر وجوهنا بطاعة العدنان صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده وجعلنا مع الأحبة محمد وصحبه صلى وسلم عليه رب اصطفاه من بين الخلائق استباه فجعله رحمة مهداة وجعلنا من الناظرين لوجه الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بس عايز أقول إيه؟ اللهم احفظ مصر بعينك التي لا تغفل ولا تنام وارزقها الامن والامان والحمايه من اعداء الاسلام واجعلها دائما وابدا في كنفك يا رحيم يا رحمن يا من قلت ادخلوا مصر ان شاء الله امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بارك الله فيكم فاصل ونواصل. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. كل ست نفسها تكون أجمل واحدة في الدنيا وكل واحد فينا بيتمنى إنه يكون شكله جميل ومظهره جذاب بس في بعض المشاكل اللي بتقابلنا كلنا سواء كانت في البشرة أو الشعر أو حوالين العين أو حتى في المشكلات اللي بنتحرج إننا نتكلم فيها كل المشاكل دي هتلاقي حلها مع الدكتور عادل عبد العال في خدمة وصفات الجمال اتصل الآن من أي محمول على 1756 ومن أي خط أرض على 093-671 أو أرسل رسالة على 94-174 وهنبعت لك الرد في رسالة ثانية على تليفونك ومن خارج مصر 0-88-216-22-77-42-11 سر الجمال مع الدكتور عادل عبد العال كانت السياسة هي اهتمامه فصحتك هي اهتمامي للاشتراك في خدمة رسالة صحتك
لعملاء اتصالات. عملاء مؤمنين. رسالة حسنة. نعم من أجل صحتك. حلمت حلم أو رؤية وعاوز تفسرها؟ حلمك عندنا تفسيره من خلال علمائنا اللي عندهم خبرة طويلة في تفسير الأحلام بالطريقة الشرعية. حلمك في رسالة، اكتب الحلم أو الرؤية في رسالة وارسلها على رقم 94-172 وخلال دقايق هتستلم رسالة فيها تفسير حلمك. الصحة والجمال لون جديد للحياة. رجعنا لكم بعد الفاصل. الو، معانا ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا العاملين على القناه، ويجعلكم من اهل الجنه ومن اهل القران ان شاء الله، وتدخلوا الجنه بالقران ان شاء الله. اللهم امين. اقرا. نعم تفضل. اقرا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ميتا كذلك الخروج. ميتا كذلك الخروج. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أيوة. نعم. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل الرسل فحق وعيد. كل كذب الرسل فحق وعيد. ثاني. وقوم تبع وقوم تبع. أيوة. كل كذب الرسل فحق وعيد. نعم. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق بل هم جديد. في لبس من خلق جديد. من خلق جديد. لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما توسوس به نفسه. نعم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تاني الآية دي. إذ يتلقى ما يلفظ من قول إلا. لا هات الآية تاني. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معاي تاني بقبل، خلي بالك. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. خلي بالك معي تاني. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لو سمحت آية تاني برضه. نعم أنا حقرا الآية تاني خلي بالك معي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور زادت. بص يا ابله معاك. ونفخ في الصور. الايه لو سمحت. ذلك يوم الوعيد. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعم. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حد. لا خلي بالك فبصرك خلي بالك تاني معي في الآية تاني. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحجر الآية تاني. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شكرا. تفضل يا محمد. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. وجزا كل العاملين في هذا البرنامج الطيب. اللهم امين. الايه 23 ان شاء الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن. لو سمحت. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أنا وقفت وقف الاضطراري بقى. المد معلش. لا احنا المد مفيش حاجة في المد. قال قرينه أنا بقصد قال قرينه ربنا ما في مد. لا أنا بقصد يا شيخ. نعم بقرأ بالقصر. ما تمام. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. نعم. قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. بارك الله فيك يا أخت، شكرا. اتفضل يا حاجة فاطمة، اتفضل يا حاجة فاطمة. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا ابني. الله يبارك فيك يا رب. ويديك كل خير إن شاء الله. آمين يا رب. قول من أول فين بقى؟ يوم يسمعون الصيحة. نعم؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم يسمعون، حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ثاني يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي نعم وفي السماء وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حاضر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لو سمحت نعم لما أجوقف يعني نعم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. حاضر. وقف يعني ها لا بعد كده تعال سلام سلام خير. حاضر. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قوم منكرون صح كده. آه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. شكرا يا أبو. تفضل يا أم وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك يا أبو. جزاك عنا كل خير. الله يبارك فيك. أكرم على إذنك. تفضل يا أبو. فراغ إلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي كم حضرتك؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. آخر أي يعني؟ 26 الآية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. قال ألا تأكلون. فأوجزنا منهم حيث. بصي يا أبلة معاي. معلش. نعم. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. الله يفتح عليك. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته أيوة في صرة فسكت. أيوة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. نعم. قالوا كذلك قال ربك. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. لا الآية من الأول. قال فما خطبكم أيها المرسلون. نعم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نعم. لنرسل عليهم حجارة من سجيل من طين. حجارة من طين. مسومة عند ربك للمسرفين.
فأخرجنا من من فأخرجنا من كان فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين آية للذين يخافون العذاب الأليم نعم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نعم فنبذناهم في اليمن وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح العقيم نعم ما تذر من شيء أتت عليه لجعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام فما استطاعوا من قيامي وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون افتح عليك نعم والأرض فرسناها فنعم الماهدون نعم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين نعم شكرا نعم تواصل بعد كده ما شاء الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور عذاب ربك لواقع ما له من دافع
فتموت السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. تفضل يا قريش. تفضل يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك يا استاذ. الله يبارك في امثالك يا مولانا. الله يبارك الله فيك. حضرة صوت الاعلى يا مولانا. بارك الله فيك يا استاذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى. نعم. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. نعم. فجعله غثاء أحوى. نعم. سنقرئك فلا تنسى. أيوة صديق. ألو. ماشي تفضل. الاهلات ولا الاستاذ عبد الناصر؟ ماشي شكرا. فاصل ونواصل بعد الفاصل ان شاء الله نستضيف الاستاذ عبد الناصر علي اسماعيل المفسر لايات الله، والاستاذ عبد الجيد محمد احمد حامد ابتهالات دينيه ان شاء الله. فابقوا معنا ان شاء الله. الصحة والجمال لون جديد للحياة. حلمت حلم أو رؤية وعاوز تفسرها؟ حلمك عندنا تفسيره من خلال علمائنا اللي عندهم خبرة طويلة في تفسير الأحلام بالطريقة الشرعية. حلمك في رسالة، اكتب الحلم أو الرؤية في رسالة وارسلها على رقم 94-172، وخلال دقايق هتستلم رسالة فيها تفسير حلمك. كل ست نفسها تكون أجمل واحدة في الدنيا، وكل واحد فينا بيتمنى إنه يكون شكله جميل ومظهره جذاب. بس في بعض المشاكل اللي بتقابلنا كلنا، سواء كانت في البشرة أو الشعر أو حوالين العين أو حتى في المشكلات اللي بنتحرج إننا نتكلم فيها. كل المشاكل دي هتلاقي حلها مع الدكتور عادل عبد العال في خدمة وصفات الجمال. اتصل الآن من أي محمول على 17-56 ومن أي خط أرض على 093-671 أو أرسل رسالة على 94-174 وهنبعت لك الرد في رسالة ثانية على تليفونك. ومن خارج مصر 0-88-216-22-77-42-11. سر الجمال مع الدكتور عادل عبد العال. كانت السياسة هي اهتمامه وصحتك هي اهتمامه. للاشتراك في خدمة رسالة لصحتك، لعملاء اتصالات، عملاء مؤمنين. رسالة صحتك، نعم من حجم صحتك.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv. نحن نتبنى طوال الوقت ندافع عنها، لا تأكلوا ميراثها، لا تسيئوا إليها، زوجة وبنت وأم وأخت وجارة، لا تضربوها، لا تجملوا تربية البنات، لا تسبوها، وفروا الحلال للأم والأخت والزوجة، احترموها، استشيروها، تحاوروا معها، لا تخوضوا في عربها، إياكم والتحرش بها، اتقوا الله فيها، احموها واكسوها، أكرموها، اهتموا بالأرملة، اهتموا باليتيمة، ضع اللقمة في فم زوجتك، احضن ابنك، قبل يد أمك، كن رفيقا مع أختك، لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. الصحة والجمال لون جديد للحياة. اي عروسة بيبقى منتظر منها تكون ام بعد 9 شهور من يوم الفرح بالظبط، فلو ما حملتش يبدأ تلقيح كلام من هنا وتلقيح كلام من هنا، مستنية ايه والحقيقة العيال قبل ما تكبري وانتي ما كشفتيش، لا يكون بعد الشر فيكي حاجة، وكل السيناريوهات اللي بتوتر دي. الطبيعي ان الحمل بيحصل في السنة الاولى من الجواز، ده لو الدورة منتظمة عند الزوجة وتحليل السائل المنوي للزوج طبيعي، المفروض ما يبقاش في قلق لمدة سنة كاملة. وخليك عارفة كمان ان انسب سن للحمل هو من 20-35 سنة، اصغر او اكبر من كده ممكن يسبب لك مضاعفات في الحمل والولادة. طبعا اعراض الحمل خصوصا اول 3 شهور زي الغثيان والدوار بيقللوا رغبة الزوجة في اي علاقة جنسية، بس مفيش خطورة منها الا لو تعرضت لاجهاض في حمل سابق. الاطباء بينصحوها ما تعملش اي علاقة في الفترة دي. فلو الناس فضلت تسألك بعد اسبوع من الجواز، ها مفيش حاجة في الطريق، ما تشغليش بالك. عالم الرؤى والأحلام، عالم عجيب محير، تنام في فراشك وترى أنك تتجول حول العالم، ترى بلدانا أخرى ما كنت تتخيل أنك ستراها، ترى أشخاصا تتمنى أن تراهم، بينك وبينهم مسافات بعيدة، تتحدث إلى الأموات، تطير في الهواء، تمشي على الماء، تفيق من نومك على كابوس مزعج، كل هذا وأنت لم تغادر غرفتك. للتواصل مع مفسرة الأحلام والرؤى منة الله النجار اتصل على 1756، ومن أي خط أرضي على 09320، ومن خارج مصر 0-88-216-22-77-42-11. الصحة والجمال لون جديد للحياة. صلى الله
بين الحجر وبين الحجر بإذن الله قلنا قرآن أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من الجزء الثاني من برنامج صباح المؤمنين وفقرة قصص الآيات. ونرحب بالضيوف الكرام الأستاذ عبد الناصر الزمر. أهلا بك. أهلا بك. متعك الله بالصحة والجمال وجميع العاملين لقناة الصحة والجمال. ومعنا الأستاذ المبتهل إن شاء الله الأستاذ والشيخ عبد الجيد الكرماوي. الله يكرمك. الله يعزك. قدرك. الله عزيز. مع بعض يعني عايزين الآيات الحجرات تفسير. نعم. سبب نزول آيات الحجرات إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترفع بها قبرنا وتعلي بها ذكرنا وتحقق بها آمالنا. اللهم آمين آمين رب العالمين. وبعد، سورة الحجرات هي سورة مدنية. آياتها لو نظرنا إلى آيات سورة الحجرات ستجدها تدل دلالة قاطعة على أمر هام ما أحوجنا إليه في هذه الأيام، ألا وهو الأدب. الأدب. كل الآيات التي تناولتها سورة الحجرات تنصرف إلى مفهوم الأدب. والأدب لفظ شامل لكل الفضائل والأخلاق الإسلامية. الآيات، هناك لو لاحظنا في الآيات التي تناولتها سورة الحجرات تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. هناك ملحظ، يا أيها الذين آمنوا يا شيخ عبد الجيد، تكرر أكثر من مرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وهكذا. التكرار ليس تكرار بدون حكمة. كل كلمة وكل لفظ في كتاب الله بحكمة. حتى سميت بسورة الأدب. سورة الأدب. نعم. لو نظرنا إلى الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا حكما أو قولا أو فعلا على حكم أو قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب وأنواع ثلاث: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله، وأدب مع الخلق جميعا. هنا الآيات بتعلمنا الأدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المفهوم إن ربنا سبحانه وتعالى غير على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أوصى بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل طاعته من طاعته، وجعل محبته من اتباع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. قل
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده حتى المبايعة جعل مبايعته من مبايعة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صلى الله عليه وسلم. طب بعد كل ده هل ربنا يسمح لأي مخلوق مهما أوتي أن يسيء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الآية كده، حتى لو كان من أصحاب حضرة النبي، حتى لو كان من أقرباء حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصحابه اللي هي نزلت فيها الآية، شوف إزاي لم يخطئوا. لكن انظر، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هنا ملحظ، هل هناك فرق بين رفع الصوت والجهر بالقول؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. طب ايه الفرق؟ رفع الصوت مش هو الجهر؟ لا ابدا، لا طبعا، حاشا لله ان ياتي بالفاظ مكرره بدون حكمه. لا، هناك فرق، لا ترفعوا اصواتكم ولا تجهروا له بالقول. اسمع اللي حصل حتى نستطيع ان نتفهم هذا الامر. جاء وفد من بني تميم، كانت الوفود تاجي عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن دخلوا على رسول الله كان معهم القعقاع بن معبد، ذهب من الخلف الحجرات، عشان تعرف اسم الصورة سورة الحجرات، من الخلف ونادى يا محمد صلى الله